تسلم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة استضافة مطار البحرين الدولي أعمال النسخة 29 من معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي لاستراتيجيات تطوير الطرق الجوية الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية. وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن سعادته باختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي، مهنئا فريق البحرين لما بذلوه من جهود أسهمت في استضافة النسخة 29 لهذه الفعالية العالمية، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالتنافسية والاستدامة. لافتا إلى أن هذا الحدث يعد منصة لمناقشة الخطط التطويرية الداعمة لنمو قطاع الطيران وعرض ما تملكه المملكة من مقومات وبنية تحتية تخدم هذا القطاع بأرقى المعايير وأعلى مستويات الكفاءة والجودة. من جانبه أكد السيد محمد يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أن معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي يعد فرصة متميزة لتسليط الضوء على القدرات المتطورة لمبنى المسافرين الجديد، فضلا عن دعم الهدف الاستراتيجي للشركة والمتمثل في جذب أكثر من 14 مليون زائر سنويا من خلال إضافة وجهات وخدمات جوية جديدة. طبعا احنا سعيدين باستضافة مملكة البحرين لروتس وورلد عام 2024. هذا الحدث السنوي يعتبر أكبر تجمع لقطاع النقل الجوي بحضور شركات طيران وعدة مطارات من حول العالم، والهدف منه هو وضع خطة النقل الجوي على مستوى العالم من حيث الخطوط والخطوط الجديدة، توسيع شبكة الطيران في العالم. طبعا هذا الحدث أول مرة يستضاف في منطقة الشرق الأوسط، وإحنا فخورين أنه يكون في أرض مملكة البحرين، وهذا دعم لمكانة البحرين عالميا في قطاع النقل الجوي وتعزيز للمكانة اللي بنيت منذ أكثر من 100 عام. الحدث بالنسبة لنا يشكل شيء متماشي جدا مع استراتيجية 2030 من حيث تنويع الاقتصاد وخلق فرص اقتصادية جديدة. نهدف أيضا من خلال هذا الحدث إلى تعريف العالم عن البحرين وعن سهولة الوصول إلى البحرين من ناحية الطيران. هذه فرصة جدا طيبة لاستعراض إمكانيات مملكة البحرين كوجهة سياحية واقتصادية مهمة في منطقة الخليج العربي، وفرصة لفريق البحرين اللي شارك في هذا الحدث في مدينة إسطنبول من شركة مطار البحرين، شركة طيران الخليج، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة السياحة والمعارض وشركاء آخرين في الترويج للمملكة لواحدة من أهم الوجهات وتسويقها لشركات الطيران واستكشاف الشراكات الممكنة لزيادة الوجهات السياحية من البحرين إلى مدن العالم.